ها حان وقت العودة. يلا نشوف بقى اللي هيحصل. مسافة طويلة عشان يرجع. هو عمل المكنسة لغاية الصخور، بعد كده راح للبعد بتاعه، فالصخور دي وقعت هنا وانقذني من غير ما يقصد. دينجو دايل جميل. لو وددت قتالكم لشويتكم. أتى معي، وجدته ضائعا بالخارج. وجدته ضائعا والمكان. أجل، أريد العودة لبيتي. كنت مستمتعا بعد التقاعد. أنا أصلا إنسان كسول، أنتوا تعبيني معاكم. طيبا. شرير أنا. اصمت أيها المزعج. لكن سيدي. أنت تختبر صبري يا أوكسايد. لكن أنا الآن على ثقة أن الحقيرة تعلم لطاعة الأوائل. انتروبي. خذ مركبتك لكوكب بيرميوغلا، وانتبه للمركبات المقتربة من مولد الصدى. لن نسمح لأي دخيل بالاقتراب منه. في الحال يا سيدتي. تديرين شؤوننا باتزان كبير. بالطبع كما تفعل. سأتقيأ. دينجو دايل جامد يا جدعان، بيمثل الشخص الغبي اللي عايز يقعد ويتقاعد والدنيا ماشيه معاه بالمشالب. طيب احنا وصلنا هنا المره اللي فاتت، عاملين يا جماعه الاخبار عند الانقضاض الديناصوري، ومفترض بنروح على الجزيره الجديده، ولكن كان في كده كسر الصخور على باب دينجو دايل، فيلا بينا. اوعى تنساش بقى اللايك والاشتراك والحاجات الحلوه دي، عايزين نوصل ل 8000 بقى يا جدعان، بقى خلاص فاضل 100 اهو. يلا ها شدوا حيلكم معايا. دينجو 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 جاب البعد الزمني بتاعه. حسنا، ساجد احدى تلك الاشياء اللامعه هنا. هو بيدور طبعا على اشياء لامعه، ولكن هيساعدني بالحظ كده ولا. وكويس ان هو ايه 317 صندوقا فقط، في العادي بيبقى 400 صندوق 500 صندوق في دينجو دايل. مراحل دينجو دايل المعروفه بالصناديق الكبيره الكثيره الخطيره. ماشي، بص بقى خلي بالك من الصناديق المرميه في كل حته. كويس يا عم، تعالى امسك دي. ويوكس السلامة. خد اسحلة اسحلة كده، بصلي انتوا متخاصمين مع بعض ولا ايه؟ مدين ظهرهم لبعض الاتنين. ما علينا، اوعى. خد عشان يفوقكوا. وانت ابنهم قاعد جوه البيضة كده وقاعد تضحك، مالكش دعوة صح؟ كويس، جابت لي صندوق، وهنا الصندوق التاني، وهنا ما جابتليش حاجه. يبقى احنا نروح ناخد الجوهره المخفيه. عثرت على الجوهره المخفيه. يلا نرجع تاني. ماشي ومكمل. تعالى يا عم انت لوحدك احسن حاجه. ماشي يلا بينا. الورد اوعى. ايوه كده الاتنين اتشالوا. يلا هو في صناديق على اليمين هناك. ماشي مش مشكله، نفتح دي الاول وبعد كده نجيب الصناديق اللي على اليمين. يلا بينا نعدي نعدي. معلش هتقل على راسك شويه. الله يسترك. اوه كويس، في بلالين بتطلع. اخلع يلا. سلام يا عيني. ماشي لازم ناخد حذرنا. كويس ايه يا جدعان ده؟ عدوي. كويس
تشيك بوينت معانا كده 86 صندوقا كويسين. اطلع بقى كويس. ايوه يهيس حلو قوي. انا لازم انط ولف على ده. يا راجل طب لف لي على التاني ده. ايه ده بقى ارميه على ده؟ لا. ده في طريق هنا؟ ماشي ماشي ماشي. كويس كويس كنت هقع. اخلعي بقى اخلعي بقى. اوعى. طب ازاي انا لفيت يا جدعان؟ لفيت وما اتحسبتش ليه البودي جارد راح ليه؟ ماشي. في صناديق تحت هنا. طب الاول ننزل الصناديق دي. تحت بقى انا مش عارف ايه. كويس 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 حلو. نعدي عادي بقى. تشيك بوينت 119 صندوقا كويس حلو. طيب طيب كويس كويس. ايوه ايوه ها انا وقت العودة. يلا نشوف بقى اللي هيحصل. مسافة طويلة عشان يرجع. هو عمل المكنسه لغايه الصخور بعد كده راح للبعد بتاعه فالصخور دي وقعت هنا وانقذني من غير ما يقصد. تمام ماشي نكمل بقى بكراش. تعالى كراش معانا كام صندوقا كده؟ 151 صندوقا. طيب كويس كويس. اوه ده ما بحبوش. اوعى اوعى. خلاص كده خلاص كده كده. ايوه يا رخم. عطيت يا عيني. مية وسبعين صندوقا ماشي. ندخل بقى على الاستفهام. فاضل صناديق كتير. انا حاسس ان انا في صناديق فاتتني ولا ايه؟ ايه ده؟ ما علينا ما علينا. معروفه طبعا التشيك بوينت بتتغير، الاستفهام بتتغير قصدي البونص لما بتلعب المرحله بشخصيه مختلفه. ماشي عايز اجيب حرف الاي اللي فوق ده. نعمل كده ماشي. نحاول تاني. حلو قوي. ننزل كده نعدي ماشي. نعمل بقى ايه؟ كده كده يا عيني. ننزل هنا كده. يا سلام يا سلام ماشي. اوعى ولا. طيب كويس. يلا يا عيني. 42 من 42 يا جدعان. كده معانا 212 صندوقا من 317. فاضل 105 صندوق. دول كتير ماشي. هو لسه المرحلة لسه كتير. مش عارف بقى اللي هيحصل. كويس بادي جارد او مش كويس مش عارف. معنى البادي جارد ان اللي دخل عليه صعب. يلا ولا. ايوه اهم حاجة الاستفهامات دي عشان التفاح ما ضيعش جوارة التفاح. ضيعت الاستفهام. مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. ماشي ومكمل ماشي ومكمل ماشي ومكمل. خلعت منه خلعت منه.
لسه هقابله مره كمان. عين 253 255 و ايه ده؟ طب ايه طيب؟ طيب كده اوعى اوعى ايه؟ هما صعبوها ليه كده؟ يلا يا عم شاهل بسرعة اوعى. حلو قوي. معايا كده بودي جاردين 275 صندوق كون. ماشي دي النهاية دي النهاية 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 الحلو النهاية الحلو. يلا 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 مش شايف كويس بقى. ماشي 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 كويس 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 حتى لا ماشي كويس. مش مشكلة بسرعة. انسى اوعى الصناديق الخضراء. حلو جدا وجبت الجوهرة كمان بتاعت التفاح و 317 من 317 يا جدعان كل حاجة في كل حاجة. كسر الصخور اسمها كسر الصخور عشان كده انسان للأثرية والست جواهر كلهم ومتابعة. نروح الجزيرة الجديدة بقى اسمها كسر الصخور عشان دينجودال كان بينط على الصخور ويفتح لي المجال اللي انا عندي. تمام نروح بقى للجزيرة الجديدة رأسا على عقب. يلا بينا مدار برمجولة. انزل حط لايك لو نسيت يعني. ايوه ده بقى بتاع انتروبي وكده. دينجو دايل جميل. هلو لو وددت قتالكم لشويتكم. أتى معي وجدته ضائعا بالخارج. وجدته ضائعا والمكان. أجل أريد العودة لبيتي. كنت مستمتعا بعد التقاعد. أنا أصلا إنسان كسول. أنتوا تعبيني معاكم. طيبا شرير أنا. أصمت أيها المزعج. لكن سيدي أنت تختبر صقري يا أوكسايد. أنا الآن على ثقة أن الحقيرة تعلم لطاعة الأوائل. إنتروبي خذ مركبتك لكوكب برميوغلا وانتبه للمركبات المقتربة من مولد الصدى. لن نسمح لأي دخيل بالاقتراب منه. في الحال يا سيدتي تديرين شؤوننا باتزان كبير. بالطبع كما تفعل. سأتقيأ. دينجودال جامد يا جدعان. بيمثل الشخص الغبي اللي عايز يقعد ويتقاعد والدنيا ماشيه معاه بالمشاله. ما علينا 189 صندوقا ويلا بينا. انا مش عارف ازاي اوكسايد اضعف من انتروبي مع انه في التحدي الزمني وفي الحاجات دي بيبقى اقوى يعني. شكرا مش عايزه. ماشي 189. ايوه راسا على عقب بقى الجاذبيه. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه السمكة دي؟ ماشي 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 لسه بتأقلم على الوضع يا جدعان. لسه بس ايه بشوف كده الحاجات. ماشي نفضل بقى كل شوية اخلع. يالا بتلف عليه ده صح؟ ماشي جرى مني جرى مني مش مشكلة. واحد تاني اهو. ايوه بالسلامة. نعمل كده كده كده. ماشي راح القناع. كويس نمشي عاديين بقى شوية بقى بني ادمين عاديين. يلا بينا يطلع فوق. ماشي تشيك بوينت وجوهرة مخفية بتبقى هنا. معنا كان صندوق كده 36 صندوقا. امشي يلا. ماشي الراجل ده. استنى عم استنى خد التفاح. بالسلامة يلا
ولا ايه؟ يا ابني يا ابني يا حبيبي. ما عرفتكش انا كده بقى. يلا ها. تشيك بوينت وناخد ال يا جدعان محتاجين بادي جارد يا جدعان. ماشي كويس كده كويس. اخلع يلا اخلع عشان اعرف افكر. ممكن نمشي كده يا سلام وننزل كده. حلو قوي. انا بحاول ما اعتمدش على الجاذبيه على قد ما اقدر بحيث ما اتلخبطش. 58 صندوقا ماشي. ماشي كده حد هيساعدني بس ساعدني في ايه؟ هو عمل ايه؟ هو لغى البتاع دي يعني؟ ما علينا. هات لي كورتكس وحاول يساعدني. بادي جارد عايزينه. استنى. ليه كده؟ عيد من الاول. تمام انا عدتها من الاول عشان اجيب قطعه انسان للاثريه وربنا يستر. اهو ما عادي اهو. امال ايه اول مره ليه عملت معايا كده؟ يا سلام هو الدنيا جميله اهي. الدنيا لذيذه الدنيا رهيبه اهي حلوه وزي الفل. يا عم تعال اجري. ها ماشي كويس. هنا بالمتشقلب وي. ماشي يا عم انا بضربك بالعافيه في العدل يعني. هضربك معوج. ماشي لذينا. ايه ده انا ما متش ما خلاش مني بدجارة الحمد لله. تشيك بوينت. ماشي ماشي سهلة سهلة سهلة. شريط الذكريات. ايه الولد ده بيضرب ازاي؟ ماشي طب انا معيش. ماشي عادي من كده يعني. اوعى. تمام تشيك بوينت هي تعتبر تشيك بوينت برضه البونص. ربنا يستر. طبعا البودي جارد راح خلاص الله يرحمه. وي ماشي طيب انا انزل كده كده حلو. اوعى كويس 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 ماشي. هو ايه السهم ده؟ ماشي يا جدعان كبرتم الموضوع يا جدعان. كويس ماشي. ده ايه ده كمان؟ طيب الاول بس ايه عشان ما نتلخبطش. ماشي لازم اجيب ده الاول. ماشي كويس. فاضل الاربعة دول. كويس كويس 36 من 36 يا جدعان. ايه ده ايه ده؟ دي البونص هزروا. لا عم تشيك بوينت ليه؟ ما احنا معانا بونص بقى. ايه ده؟ ولا ولا. طب ايه؟ ماشي ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما كنتش نطيت. طيب رجعنا هنا تاني. تعالى ماشي
خد يلا بس السلامة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اخلع. في واحد تحت اهو شايفه انا. ايوه طب عامل ايه بعد ما يضرب كده؟ ايوه 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 في واحد تاني صعبها عليا ليه؟ ايوه ايه يا جدعان ده يا جدعان صعبه يا عم يا عم سيبني في حالي يا عم. السلامة. في تاني في تاني في تاني في تاني ماشي ده حلو ده اللي وراه اللي مش حلو اللي وراه مش هيضرب غير لما انا اضرب ده صح؟ ايوه اوعى لا حرام نطيت نطتين. طيب رجعنا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هاهاهو عديت وينزل المرة دي ماشي يلا بينا. هوهوهو جبت كل حاجة يعني ايه دي كانت الحتة دي اللي فضلالي في الاخر. ماشي ماشي المهم جبنا كل الست جواهر كلهم وانسان للاثرية دي اهم دي دي اللي بعيد عشانها المرحلة كلها وشريط ذكريات بقى تعالوا نشوف شريط الذكريات ده عامل ازاي. اللعبة توحشت يا جدعان. تمام فتح لي بقى كورتكس وفتح لي شريط الذكريات نروح لشريط الذكريات يلا بي نا يا كوكو. ايوه نفس المره اللي فاتت صح؟ تمام نفس الحاجات دي تاني. ثواني ثواني ايوه ايوه ايه ده؟ حلو بس انفراد بالترتيب بقى. ايش تاني تاني تاني. ماشي. خلينا ماشيين زي ما اللعبة عايزة. كويس. اوه ده احنا هنعمل الحركة دي كتير شكلنا. طب اللي فوق دول ايه ظروف؟ ماشي واللي بعد كده ده ايه؟ ايه ده ايه ده يا جدعان؟ يا جدعان ايه ده؟ طيب هنا بقى ايوه 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 كده انا غبي صحيح دي كانت الاخيره انا فكرت السهم لسه هيديني تاني. ماشي كويس لا انا عندي مشكلتين الصندوق اللي فوق ده وال احنا ممكن نجيبهم مع بعض والسهم اللي تحت. انا نطيت نطتين انا كنت مفكر معايا نط. ماشي
يا رهوي. ماشي ننزل بقى، انا مش عارف هنا ايه. يا رب الاقي تشيك بوينت بس اهم حاجه. ماشي اهي خلصت كل اللي فات الحمد لله. في تشيك بوينت اهي. بالراحه بالراحه عادي كده كويس الحمد لله. يلا 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 يلا. ايه ده كله ده؟ طب ايه مش فاهم كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ماشي. طب ايه بقى اللي تحت؟ ماشي كويس عند التشيك بوينت. انا مش عارف بس اللي تحت دي افضل اخبطها من هنا ومن هنا يعني. ايوه حلو حلوه تيجي معايا. لا ماشي كويس كويس. يلا ماشي حلو قوي ده كده زي الفل كده. حلو نركز بقى. حلو قوي. اوعى دي كلها واحده بس. ماشي 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 ماشي. يبقى كده ماشي كويس 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 كويس. صعبة أو صعبة أو صعبة أوي. طب نخلص من التين نتي الأول. وأعمل كده لا غلط كده كده. هاها ماشي ماشي. بس انا وصلت للحل. ماشي تاني في النهاية. 171 171 يعني كانت فاضلة الحتة دي بس اللي كانت فاضلة. نطاطات انجن العبقرية. يا رب نخلص منها يا رب. الصناديق المكسورة 171 171. شريط الزمن يا جدعان بقى صعب جدا بقى صعب جدا. افترض بقى دلوقتي ندخل بقى على الخطأ الفني مدار برمجولا بتاع كورتكس ونكمل وبتاع وبعد كده نروح للانتروبي بس بقى بالمره الجايه. وغالبا بقى هيبقى كل مره مرحله ومعاه شريط زمني. شريط زمني صعب ياخد وقت ومرحله صعبه بتاخد وقت. هو في ايه؟ تمام وبكده اكون خلص فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي. اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جايه. يلا سلام.